إلى قصة عن إرادة الحياة التي لا يحدها شيء. ويلات الحرب تكفي لتكسر معنويات شعب بأكمله بسبب ما تخلفه من قتل ودمار وتهجير، لكن بعض اللحظات تقول إن إرادة الحياة أقوى ولو في قلب أعتى المعارك. ناشطون سودانيون احتفوا بولادة طفل في أحد المستشفيات في خضم الصراع الدائري بين الجيش وقوى الدعم السريع. والإشادة كانت للطاقم الطبي الذي عرض حياته للخطر لإجراء هذه الولادة المستعجلة. ففي وقت يضطر السودانيون فيه للمكوث في منازلهم خشية القصف الشديد والمعارك المستمرة، صور أفراد أسرة مقاطع فيديو من داخل المستشفى مع الطاقم الطبي معتبرين أن المنحة تولد من رحم المحنة، والتقطوا مقاطع للوليد قائلين ولد في زمن الحرب. نشاهد. كلنا صورة جماعية معاه ما شاء الله. ده فيديو على فيديو ما شاء الله. أهم زول بتعرف. ما شاء الله.